السلام عليكم اخواني. اذا عندك قوارض خاصة هذا الجريذي ترى يقضى على الافراخ على الفراريج، يأذي الدجاج تأذية مو طبيعية، فحاول تصيده بمصيدة مثل هاي ولا تطيسم، لان لا سمح الله الدجاج ممكن يأكل من عنده البشر اذا عندك اطفال، فحاول تصيده بهاي المصيدة او تذب الهن بالحفرة مالتهن. طبعا هن تلقاهن حافرات بالحديقة، هسان عندي حافرات، ذبه جوا بالحفرة اذا تقدر.